ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. اولا ربنا يعوض على صاحبها، شوفر ليه دبابة موديل 2021 حادثة، ولكن الموتور بتاع العربية شغال بدون اي مشاكل. قبل ما اقول طرق التواصل مع صاحبها، لو حضرتك عايز تشتري العربية، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ الثلاث الموافق 11/7/2023، يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع، يا ريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية لانه غالبا بيكون باع العربية. للتواصل مع صاحب شوفر ليه دبابة 2021 هيكون على رقم 010-15-05090، الرقم مرة تانية 010-15-05090. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.